أما الفكرة الرابعة هي دي اللي عدت بقى، ودي كانت فكرة إنشاء النادي الأهلي، وكانت الفكرة دي في دماغ عمك عمر لطفي أيام ما كان رئيس نادي المدارس العليا، وكان من الطبيعي إن يتحول رئيس نادي الاجتماعي إلى أب لنادي رياضي. مساء الخير، أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا وجوه تاريخية اللي هنتكلم فيه عن وجوه اللي محدش يعرفها كتير، رغم إن عملها وسيرتها ما زالت مؤثرة وممتدة لحد دلوقتي. عمر لطفي بك، وده كان محامي وحقوقي مصري من أصل مغربي، اشتهر بأنه أبو التعاون في مصر وواحد من رواد الحركة التعاونية في العالم، واشتهر كمان بدعمه لحقوق المرأة، وكمان هو صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي المصري. اتولد في اسكندرية في 1867، وبترجع أصوله لأسرة مغربية جت مصر في عهد محمد علي باشا. درس لطفي في مدرسة الجمعية الخيرية في اسكندرية، وهي المدرسة اللي أسسها الأستاذ الشيخ عبد الله النديم، وبعد كده اتنقل للقاهرة ودرس في مدرسة الفريز، وبكده يكون جمع بين التعليم المدني والتعليم الفرنسي، وبعد كده دخل مدرسة الحقوق وتخرج بدري جدا وهو في 19 من عمره، وده كان في 1886. بعد تخرج لطفي على طول من مدرسة الحقوق اشتغل في كتابة قضايا الحكومة، وبعد كده في مكتب محاماة سعد زغلول، وبعدين اتعين قاضي في محكمة إنقر، بس هو فضل الشغل في مجال التعليم واشتغل مدرس في مدرسة الحقوق، وبعد فترة قليلة جدا وكيل لمدرسة الحقوق وهو عمره 38 سنة بس، لكنه بعد كده ساب مدرسة الحقوق ورجع للشغل في مجال القضاء تاني وفتح مكتب للمحاماة وفضل يشتغل فيه لحد أما مات. بصوا عشان نكون متفقين كده من الأول، في فرق ما بين عمر لطفي رائد التعاون وأستاذ القانون وعمر لطفي اللي كان من رجالة الخليوي توفيق وكان محافظ اسكندرية وعاد الحركة الوطنية وقت الثورة الرابعة، وهو واحد من المتورطين في مذبحة اسكندرية الشهيرة بتاعة 11 يونيو 1882 واللي اتقتل فيها 50 من الأوروبيين و250 من المصريين، واستقر رأي الأدبيات الوطنية على إن الخليوي توفيق كان متورط في المذبحة من خلال عمر لطفي محافظ اسكندرية، وبقت المذبحة دي هي مبرر هجوم الجيش البريطاني على مصر، وده لقصة تانية كبيرة جدا ممكن نبقى نتكلم عليها في حلقة تانية لوحدها. وعرفت من أساتذتنا الدكتور أحمد أبو زيد والدكتور مصطفى عبد الحميد إن شارع عمر لطفي المشهور في منطقة كليوباترا اتسمى تخليدا للراجل ده، والشارع ده موجود في اسكندرية للي ما يعرفوش. يعني عمر لطفي هو رائد الخط الموازي لطلعت حرب في دراسة القانون وبعدها في ممارسة الاقتصاد، ومع ان عمر بيك لطفي ما كانش كبير فهو وضع بصمات مهمة ومؤثرة كأب ومؤسس للحركة التعاونية في مصر. خرج عمر لطفي لحياة الناس باربع افكار مترقعة حقق فيها نجاح محدش عمله في جيله. الفكرة الاولى كانت فكرة التعاون بمعناه الاصطلاحي، كان عاوز ينشئ نقابات وجمعيات التعاون وتنظيم نشر الحركة التعاونية، وبدأ عمر لطفي في بذل جهده في الميدان وإنه عاوز يساعد الفلاح. شعور نبيل تمثل في تعاطفه مع الفلاح المصري ومع معاناته من توابع الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في 1907 واللي حصلت بسبب انتشار نشاط المضاربين والناس اللي بتدي فلوس بالربا، ودرس عمنا لطفي التجربة الإيطالية في التعاون الزراعي بتوسع شوية، واقتنع بضرورة انه يعمل زي ألمانيا وإيطاليا في إنشاء النقابات أو الجمعيات الزراعية اللي بتتولى مساعدة الفلاحين، وبدأ يعرض رأيه، لكن الحكومات ما رضيتش توافق على فكرته، راح متحول بنشاطه للميدان العام. انتشرت الفكرة اللي سماها التعاون المنزلي، ووصل نشاط الفكرة دي لإسكندرية والمنصورة والمنيا والمنوفية وحلوان، وده بفضل مجهوده في الميدان. وفي الفترة دي علاقته بالزعيم مصطفى كامل باشا كانت كويسة جدا، فكان الاتنين بيأيدوا بعض، وبكده بقى عمر لطفي هو كمان من قادة الحزب الوطني المعروفين. أما الفكرة التانية هي فكرة العمل النقابي بالمعنى الواسع للنقابة. عمر لطفي كان أول مؤسس لأول نقابة عمالية، وهي نقابة عمال المصانع اليدوية اللي اتطور نشاطها بعد كده وشاركت في الحركة الوطنية وثورة 1919. أما الفكرة الثالثة بقى كانت فكرة نادي المدارس العليا اللي اتعرفت بعد كده في بريطانيا والمستعمرات البريطانية تحت اسم مؤتمر الخريجين أو نادي الخريجين، وانتخبوه رئيس للنادي اللي كان له دور كبير جدا في الحركة الوطنية قبل الحرب العالمية الأولى، وبدأ عمر لطفي ومصطفى كامل خطوات بتاعة إنشاء نادي المدارس العليا في أكتوبر سنة 1905. وبعد ما تم جمع رأس المال بتاع بناء النادي انعقدت أول جمعية تأسسية للنادي طلبة المدارس العليا في يوم جمعة
8 ديسمبر 1905، وده كان في أحد قاعات مدرسة الطب لانتخاب مجلس إدارة النادي، وكانت نتيجة الانتخابات هي اختيار عمر لطفي رئيسا للنادي. وفي يوم الافتتاح قال عمر لطفي خطبة شهيرة جدا، ممكن أبقى أجيبها لكم بعد كده وأقولها لكم يعني. وعجب الناس كلهم بالنادي وبنظامه، وفي خلال 3 سنين بس، أيوه 3 سنين بس يا لطفي، اتضاعف عدد أعضاء النادي وبقى بمثابة مركز العقل اللي اتجمع حواليه أبطال الحركة الوطنية. لا ده كانت كمان المظاهرات بتخرج من مقر النادي ضد الاحتلال الإنجليزي لما كان بيحصل أي حادثة وطنية. أما الفكرة الرابعة هي دي اللي عدت بقى، ودي كانت فكرة إنشاء النادي الأهلي، وكانت الفكرة دي في دماغ عمك عمر لطفي أيام ما كان رئيس لنادي المدارس العليا، وكان من الطبيعي أن يتحول رئيس نادي الاجتماعي إلى أب لنادي رياضي، على عكس اللي بيحصل دلوقتي، يعني بيتحول نادي الرياضي لنادي اجتماعي، واجتماعي دي يعني بيدخلوا عائلات وبيكون في مطاعم وكافيهات وكده يعني بس باشتراك. وكان الهدف من النادي انه يلاقي مكان يروح الشباب بعد تخرجهم عشان يضيعوا وقت فرحهم، وكمان عشان ما يرجعش كل واحد منهم لقريته وينقطع الاتصال بينهم وبين النادي لما يحتاجهم الوطن عشان يواجهوا الانجليز. وبكده كانت فكرة انشاء النادي كان فيها روح وتشجيع وطني في المقام الاول، وكان عمنا عمر لطفي ذكي جدا وما كانش محب لنفسه خالص. ليه بقى بنقول كده على عمك عمر بيك يا سيدي؟ لانه في اول عهد النادي أسند رئاسته لميشيل أنس، وخلى معاه شوية من قادة الحركة الوطنية يتابعوا الفكرة ويطوروها لحد أما وصل الكيان للي موجود دلوقتي. لا وكمان عمك عمر ألف شوية كتب كده يعني، كان منها الدعوة الجنائية في الشريعة الإسلامية وحرمة المساكن وحق المرأة وحق الدفاع. إيه أقول كمان؟ أقول كمان كان منهم كمان الوجيز في شرح القانون الجزائي وشركات التعاون في مصر. لا 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 خلاص كفاية كده. وتوفى عمر لطفي في القاهرة في 14 نوفمبر 1911 وهو عنده 44 سنة بس. ولو الحلقة دي عجبتكم يا ريت تدعمونا بلايك وشير لو انتوا على الفيسبوك، وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، واكتبوا لنا في الكومنت عن اي شخصية تاريخية عايزين نتكلم عليها بعد كده. سلام.